من الأمور التي هي حقيقة من آفات العلم ويجب على المرء في ابتداء علمه أن يبتعد في ابتداء تحصيله العلم أن يبتعد عنها وهو الانشغال بالمراء. الحقيقة أيها الإخوة إن من الآفات العظيمة التي نجدها عند طلبة العلم خصوصا في السن الأول في مرحلة الجامعة وبعدها الانشغال فيما لا نفع فيه، في قيل وقال والحديث في زيد وعمر. هذه الأمور أرجئها حتى تستمكن نفسك وحتى تتحصل من العلم وتنتفع. احرص على أن تؤصل نفسك. وقد جاء أحد الطلبة لأحد المشايخ فقال ما رأيك في كذا وكذا، وكان هذا الطالب نبيها والشيخ صادقا، فقال الشيخ لهذا الطالب يا ابني أطلب العلم وسيأتي وانشغل عن هذه الأمور وسيأتي اليوم الذي يأتي الناس إليك فيسألونك عنها. ويقول هذا الرجل يقول فانتفعت بوصيته وصدق خرصه. الانشغال في أمور تضيع الوقت يعني أدنى أحوالها أن تكون من المباحات أو المكروهات هذا من أعظم الضرر. طالب العلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يجب أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبصمته إذ الناس يخوضون. طالب العلم يجب أن يكون له سمت غير سمت الناس، ولذلك احفظ عليك هذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت، وفي لفظ في الصحيح يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. الشاب في حداثة سنة قد يمسك عليه كلمة وصبوة وفلتة وشيء قاله، إن حفظ الله عز وجل المرأة في أول سنه فلم يحفظ عليه شيء من ذلك فلم يشن به عرضه إذا كبر. هذه نعمة من الله عز وجل، يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. إذن أنت أيها الأخ الفاضل وأغلب الحضور من الشباب الموفق بإذن الله عز وجل احفظ عليك لسانك واحفظ عليك جنانك فلا تقع في محرم. إياك فإن ذلك ضرره وجرمه وأثره في النفس عظيم.